السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. وبالنسبة لهذه المقادير راهم مكتوبين بالعربية في آخر الفيديو وتحت الفيديو في رابط السيت. وصفة اليوم قلب اللوز بدون غلوتين، وصفة مناسبة لمرضى السيلياك أي الأشخاص اللي عندهم حساسية تجاه الغلوتين. غادي تشوفوا في هذه الوصفة طريقة أخرى لصنع السيرو أو الشربات بلون بني بدون قرفة وبدون السكر البني، وهذا السيرو تقدروا استعماله في الوصفة العادية نتاع قلب اللوز اللي عملناها من قبل. لصنع قلب اللوز بدون غلوتين نحتاج الى سميد الذرة، دوك من بعد تشوفوه في الصورة، اما على الحجم المتوسط او الخشن. سنمر مباشرة الى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. سنحتاج بالنسبة للطبق الاول 250 غرام سميد نتاع الذرة من النوعية الخشنة كما راكم تشوفوا فيه في الصورة، عندها الهيئة مثل نتاع الكسكس ويباع في هذا الكيس اللي غادي تشوفوه، شريته عند سوبر سي بالنسبة للأخوات اللي يسكنوا هنا. وهذا سميد الذرة يجي صلب كثيرا أكثر من السميد العادي، لذلك شا قمت بوضعه في كسكاس، غطيت الكسكاس بقطعة قماش نصفوا بها الجبن، وغادي نوضعوه في الكسكاس ونفوروه مثل الكسكس باش يولي لين، لأنكم لو كان تستعملوا على هذه الهيئة غادي القلب اللوز يجي صلب كثيرا، يجي هذوك الحبيبات هكا ماشي طريين يابسين. من بعد هنايا من وضعوه فور ونشوفوا البخار بدا يخرج من الفوق، غادي نغطوه ونخلوه واحد ربع ساعه انا خليته باش ولا لي لين. الا شفتوا نتوما في 10 دقائق ولا لكم لين حبسوا عليه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجوهم هنايا 100 غرام تاع السكر، تقدروا تستعملوا حتى 125 غرام ما يعادل نصف كوب، 50 غرام زبده او مارغرين تكون طريه او دايبه نفس الشيء، ونحتاج 80 مللي ماء زهر ما يعادل كوب تاع الشاي، وكيس تاع سكر فانيلا ما يعادل ملعقه صغيره او 10 غرامات، وقرصه نتاع ملح ما راهاش مع المكونات. هنايا كي من فورنا سميد تاع الذره راه ساخن، غادي نزيد عليه المكونات الاخرى، لذلك الدهان ما ذوبتش لانه السميد راه ساخن، غادي يذوب هو الدهان، وايضا غادي يذوب السكر. غادي نوضعوا جميع المكونات اللي ذكرتهم، الزبده والسكر وسكر الفانيلا والقرصه نتاع الملح، وغادي نخلطوهم هكاك مليح حتى نشوفوا الزبده دابت. من نشوفوا الزبده دابت غادي نزيد عليهم الماء زهر ونستمر ايضا في الخلط. هيا لهنايا الزبده دابت تماما، نزيد عليهم 80 مللي تاع ماء زهر او كاس تاع شاي، غادي نخلطوهم. من بعد هذيك الكميه اللي راهي في لو بول غادي تهبطوها باش تتعجن مع الباقيه، لان كما شفتوا الكميه راها قليله، استعملت فقط نصف المقادير اللي استعملتهم في الوصفه الاولى، وغادي نستمروا في الخلط حتى نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه، يعني الحبيبات ما يكونوش منفصلين على هذا الشكل. وانا وهنايا تعمدت خليتها هكاك جاريه، لان كما قلت لكم السميد تاع الذره يشرب الكثير من السوائل، يعني لازم تكون على هذه الهيئه باش يجيكم طري. والاخت اللي ما عندهاش الضراب تقدروا تخلطوه على هذا الشكل، تقعدي تخلطي فيه على هذا الشكل ولا عييتي عاودي ريحي وعاودي خلطي من بعد واحد 15 دقيقه هكاك حتى تتحصلي على هذا العجينه. سناخذ الان قالب القدره تاعها 20 سنتيمتر ندهنوه بالزيت وغادي نفرغوا العجينه نتاعنا. الوصفه الاولى ما درتش فيها اللوز في الوسط، عملت خليتها على هذا الشكل، تقدروا تقوموا بحشوها باللوز او وضع كميه من اللوز مع العجينه وتخلطوها وتوضعوها في البلاطو. غادي نوزعوا العجينه على جميع المساحه ونقوم بتمليسها من الفوق ونكملوا بنفس المراحل لقلب اللوز العادي المصنوع بالسميد العادي. غادي نوضعوا خطوط ونوضعوا حبات نتاع اللوز، من بعد تقوموا بطهيهم. واستعملت ايضا سميد الذره المتوسط، ايضا يخرج قلب اللوز يجيكم غايه مليح. نفس المراحل ونفس المقادير اللي استعملناهم مع سميد الذره الخشن تقوموا بها مع سميد الذره المتوسط. بعد العجينه قسمتها على اثنين، النصف الاول وضعته ووزعته مليح على المساحه، بعد زدت استعملت الحشو، استعملت 6 ملاعق كبار نتاع لوز يكون محمص ومرحي هكاك غليظ خشن، وزدت عليه زوج ملاعق نتاع كبار تاع السكر،
وشويه قرفه، وزدت لهم كميه نتاع الماء زهر وخلطتهم هكاك باش هذاك السكر يذوب. تقدروا تضاعفوا مقادير نتاع اللوز، وتقدروا ايضا تستعملوا الكاوكاو. غادي نوضعوا الحشو فوق الطبقه الاولى، من بعد غادي نزيدوا الطبقه الثانيه نتاع العجينه اللي خليناها. يعني هذه استعملت الوصفتين الاثنين ناجحتين، بالسميد الذره الخاشن وسميد الذره المتوسط. فقط في الهيئه الاول يجي حرش كثيرا والثاني يجي قليلا. بعد غادي نوضعوا كما قلت لكم الجزء الثاني نتاع العجينه من الفوق، وغادي نوزعوها على جميع المساحه باش نغطوا الحشو. وتقدروا وضع الملعقه في قليل من الزيت باش نملسوا مليح المساحه العلويه. بعد ما نعدلوها جيدا نقوم بنفس العمليه ايضا، نوضع خطوط وقطع نتاع اللوز من الفوق. من بعد نقوم بطهي القلب اللوز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ما يعادل 400 درجة فرنهايت. البلاطو في وسط الفرن حتى تشوفوه تحمر، وتقدروا 5 دقائق الأخيرة تشعلوا ليه من الفوق باش يتحمر لكم. ومدة الطهي تكون بالتقريب واحد 30 دقيقة. والآن سنمر إلى تحضير السيرو. بالنسبة للسيرو سنحتاج 500 مليلتر نتاع ماء، ما يعادل 2 كوب، مع كوب نتاع سكر ما يعادل 200 غرام سكر، تقدروا تستعملوا حتى 250 غرام. ونحتاج ايضا الماء زهر. غادي نوضعوا اولا الماء في الاناء، وغادي نوضعوا فوق النار يغلي، وفي نفس الوقت نوضعوا نصف الكميه نتاع السكر في كاسرونه اخرى باش نرجعوها كراميل. هذا الكراميل هو اللي غادي يعطينا اللون البني نتاع السيرو. غادي نوضعوه فوق النار هاديه حتى نشوفوا السكر ذاب. نقعدوا نحركوا في الكاسرونه غير بهذه الطريقه حتى السكر يذوب تماما وتحصلوا على الكراميل. وهذا السيرو تقدروا تستعملوه في الوصفه تاع قلب اللوز المصنوعه بالسميد العادي. من تحصلوا على هذا الكراميل غادي نزيد عليه بقيه السكر اللي خليناها، ومن بعد نزيدوا الماء يكون ساخن. لازم يكون ساخن باش ما يتزعطش عليكم هذاك الكراميل اللي صنعناه. من بعد الكراميل غادي يولي صلب على هذه الهيئه، ما تتقلقوش لخاطرش من بعد كي غادي يغلي الماء غادي يعاود يذوب. زدت عليه ايضا برش نتاع ليمون وخليتهم يغلو لمده 5 دقائق، لانني راني استعملت نصف الكميه نتاع قلب اللوز اللي صنعناه ب 500 غرام نتاع السميد. تخلو 5 دقائق او 7 دقائق. ومن بعد كي طفيت عليه النار زدت له عطر نتاع العسل، يعطي ايضا بنه مليحه. كما قلت لكم هذا السيرو تقدروا تستعملوه في الوصفه الاولى. هنايا السيرو تاعي راه دافي او اكثر من دافي، والقلب اللوز هنا راه طاب وراه ساخن. غادي نقطعوا هذوك الخطوط اللي عملناهم من قبل، نحلوهم باش السيرو يدخل في الوسط، وغادي نسقيه بالسيرو. وكما راكم تشوفوا السيرو راه يدخل في القلب اللوز بسهوله، هذا دليل على ان القلب اللوز يجي طري. من بعد غادي تخلوه على تغطوه وتخلوه على درجه حراره الغرفه على الاقل 12 ساعه باش يشرب مليح السيرو. ونفس الشيء بالنسبه للطبق الثاني اللي استعملنا فيه سميد الذره المتوسط، من يطيب غادي تحلوا الفتحات وتسقوه بالسيرو. وهذا ايضا شوفوا كيفاش راه يمتص، يعني النوعين نتاع السميد صالحين لعمل هذا القلب اللوز. وهنا كي تلمسوا وتشوفوا هنايا السيرو خرج قليلا، يعني راه شارب مليح من الداخل. نفس الشيء تخلوه يرتاح على درجه حراره الغرفه حتى يبرد مليح، ومن بعد وضعوه في الثلاجه وخلوه ايضا يرتاح في الثلاجه 12 ساعه، لان السميد الذره ياخذ الوقت باش يمتص السيرو. وكما راكم تشوفوا فيه من الداخل شوفوا كيفاش يجي، هذا اللي درناه بسميد الذره المتوسط ويجي ايضا طري. ودوك تشوفوا ايضا نتاع سميد الذره الخشن، يعني للاثنين نتيجه جيده وشهية طيبه. بالنسبه لملاحظات اليوم، الى شفتوا الغدوه شفتوا قلب اللوز هذوك الحبيبات مازالوا صلبين لان نوعيه سميد الذره تختلف، تقدروا تسخنوا الفرن على درجه حراره 180 درجه مئويه. من يسخن الفرن طفوا على الفرن
وغطوا قلب اللوز ودخلوه لداخل وخلوه حتى الفرن يبرد تماما. بهذه الطريقة أيضا هذوك الحبيبات يولوا أطريين. وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم، ونقولكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.